والموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. تصدر العراق وروسيا قائمة البلدان الأكثر حرقاً للغاز المصاحب لاستخراج النفط في عام 2020، وقالت منصة جلوبال بلاتس في تقرير لها إن 7 منتجين رئيسيين للنفط وهم روسيا والعراق وإيران وأمريكا والجزائر وفنزويلا ونيجيريا مستمرون في حرق النفط ويعدون أكبر الدول حرقاً للغاز لمدة 9 سنوات متتالية وفقاً للبنك الدولي. أعلنت مديرية المرور العامة في العراق صدور موافقة مبدئية من الحكومة الحالية على إيقاف استيراد الدراجات النارية لمدة 5 سنوات، وقالت المديرية إنه من ضمن المقترحات التي قدمت إلى مجلس الوزراء إيقاف استيراد الدراجات من 2 إلى 5 سنوات، كاشفة عن وجود نحو 600,000 دراجة نارية في مختلف مدن البلاد أغلبها في بغداد. أعلنت شركة إيلام للمواصفات القياسية الإيرانية أن 108,696 طنا من البضائع صدرت إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي، وقالت الشركة إن معظم البضائع المصدرة تضمنت أحجار البناء وخام الحديد والبلاط وحديد التسليح والمواد الكيميائية وقطع الغيار للسيارات. وتعتبر مدينة مهران الحدودية في محافظة إيلام التي تبعد حوالي 230 كيلومتر من بغداد تعد نقطة نشطة لدخول المواد الإيرانية إلى العراق. هذا وأطلق ناشطون حملة تدعو لمقاطعة البضائع الإيرانية التي آرقت الأسواق العراقية وأثرت على المنتجات الوطنية. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إيداعات الليرة التركية وفق الآلية المالية الجديدة وصندوق الاستثمار وتجاوزت 203 مليارات ليرة، وأضاف أردوغان أن تركيا حققت بسياستها العقلانية مكاسب كبيرة في قطاعي المصارف والمالية العامة، فضلا عن نجاح تسجيل مستويات تاريخية منخفضة في أسعار الفائدة. وأعرب أردوغان عن تفاؤله بشأن الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الوضع المستقر في أسعار الصرف يدعم هذا الرأي المتفائل، لأن تركيا ستصبح أقوى وأقل تأثرا بالمضاربات وعمليات التلاعب. أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استعداده لرفع معدلات الفائدة الأساسية في شهر آذار، وذلك للمرة الأولى منذ خفضها إلى الصفر مع تفشي جائحة كورونا. ولم يحمل القرار الذي أعلنته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المسؤولية عن وضع السياسات النقدية في ختام اجتماع استمر يومين الكثير من المفاجآت وخلا من أي مؤشرات على استعداد البنك المركزي لاتخاذ تدابير أشد من المتوقع للتصدي لموجة التضخم التي دفعت بأسعار الاستهلاك إلى أعلى مستوياتها في عقود العام الماضي. ولا يزال واضعو السياسات الأمريكية يتوقعون أن تتراجع الضغوط على الأسعار، معتبرين أنه من المتوقع أن يدعم التقدم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض المستمرة في النشاط الاقتصادي والوظائف وأن يؤدي إلى انخفاض التضخم. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز بأمان الله.